عقد مجلس هيدا حكي اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد عادل كرم. عرفتوا علي جوات الكادر، اليوم رح تعرفوني برات الكادر. شادي ناشف. دستي شو فيها؟ ساعة شطولنا دستي وطريقة طولنا العسة. شو عسة يعني؟ سياسة صغيرة عسرية. هذا دستي اجاني كادو عيد ميلاد من سنتين. كثير بحبه لبسان، بقضي نص وقتي معه يعني. من هون بقعد دايما كل يوم على الصيفية قدام بيسين. شوية سبور بتعرفي الايك بدها سبور. بحب سانسيت، بكون رايق البيسين شوي كذا، هوايات حلوين. هيدا دايما انا كل يوم تقريبا بالصيفيه هذا البوست تبعي بعد نهار على البيسين. في عندي بوست لعمل سويتش بين النهار والليل لانه I'm living a double life يعني. تشيرز. كارلو باولو ولاد اخواتي عم يلعبوا تحت، رح يطلعوا وعملوا سربريز تاعهم. مين بقرا؟ أنت. ما فيها ركض القرا، ضل واقف. أنا هون محل ما شفت والله، كل يوم بدي مجبور أقطع ترمبة بنزين، عبي بنزين للسيارة وبيجي لهون بعبي بنزين لقلي الليلة مع أولاد إخواتي المغروم فيهم. هلا بعد في سوربريز ثاني. دين 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 دين. هول الجيل الجديد انا عم ربيهم على الجيتار وعلى الموسيقى. شو كان؟ وهيدا راك الرول شادي. هيدا راك الرول. شفتوني بالنهار هلا امتى؟ هيدا الليل شقفة من حياتي، عايش اكثر من نص عمري بالليل. بلشت موسيقى كان عمري 15-16، بلشت اشتغل كموسيقى بالليل كان عمري 19. بلوز لانه من انا وصغير عندي خال الله يرحمه، كثير كنا صحبه نحن وياه مربينا، كان انتو بلوز وسمعني البلوز وعرفني على البلوز. بس خلص هذا بيطلع مرتاح مفضى مزبوط. Come with me. دقوا موسيقى، غنوا. إذا بتعرفوا تدقوا موسيقى ولا تغنوا، اسمعوا موسيقى.